هسه عندنا بالنسبة للأدفيرس إفكت مال السوماتوتروبين أو زيادة الجروث هرمون، ممكن يسوينا pain at the injection site، يسوينا إديمة، أرثراليجيا and مايوليجيا. شنو أرثراليجيا؟ عند فلو لايك سيمبتومز اند انكريز ريسك اوف دايابيتس. نجي على واحده واحده، شنو ارثراليجيا؟ مايوليجيا شنو؟ وهن العظم. ليجيا يعني بين، مو وهن. مايوباثي هو الوهن مال العظم، ارثراليجيا يعني بين. ان وين؟ بين بالجوينتس. مايوليجيا اللي هو البين بالمسلز، او تعطينا فلو لايك سيمبتومز، او ممكن زيد لنا الريسك اوف دايابيتس. ليش يزيد الريسك اوف دايابيتس؟ عفوا دكتور، بس الملزمه ما طلع على الشاشه. يمكن واحده من الجروبات ما طالعه. الجروب الثاني عندكم مو لو؟ زين، فيسبب لنا اريثروليجيا، مايوليجيا، فلو لايك سيمبتومز، وايضا ممكن يزيد لنا ريسك اوف دايابيتس. ليش يزيد الريسك اوف دايابيتس؟ الجروث هرمون. دكتور، احنا مصاب بزيادة الجروث هرمون. بالزيادة وين؟ يعني هو صار زيادة بالجروث هرمون راح يحفز زيادة السكر. يحفز شي يحفز؟ جلوكونيوجينيسيس. يحفز جلوكونيوجينيسيس، فيزيد عندي الجلوكوز. على الرغم من انه قبل سطرين ايش نقول انه الجروث هرمون يحفز لي شنو؟ الانسولين لايك جروث فاكتور، يعني اكو فت بارادوكسي في التناقض. لكن هو منو اللي يكون البريدومينانت افكت هنا؟ التاثير الجروث هرمون ولا الانسولين لايك جروث فاكتور؟ وياي دكتور، ويعطي الجروث هرمون. هو تاثير الجروث هرمون يعطينا تحفيز اكثر، فبالتالي هو يسوي لنا دايابيديك افكت، على الرغم من انه يزيد لي انسولين لايك جروث فاكتور اللي هو السوماتروبين. لهذا يقول لك بعدين ينطي كونترا انديكيشنز مالته، انه احنا ما يصير ننطي بيشنتس وذ دايابيديك ريتينوباثي. زين، ما مفضل انه تنطي بالبيشنت وذ دايابيديك ريتينوباثي، لانه ممكن الجروث هرمون يرفع لي البلود جلوكوز ليفل، وايضا ان اوبس بيشنت وذ برادر ويلي سيندروم. احنا قبل شويه ايش قلنا؟ قلنا الجروث هرمون قلنا بالبرادر ويلي سندروم، اخذنا من الانديكيشن انه نعطي البرادر ويلي سندروم. اي اخذنا كانديكيشن انه بدنا نعطي، بس هنا ايش يقول؟ اوبس بيشنت وذ برادر ويلي سندروم. هنا قلنا سوماتوتروبين كانديكيشن هو فور ذا جروث فيلير ديو تو ذا برادر ويلي سندروم. هو عنده برادر ويلي سندروم، عنده جروث فيلير، انطي جروث هرمون. لكن مرة إذا برادر ويلي سندروم هو أوبس بيشنت، تنطي جروث هرمون لا؟ لا صار كونترا انديكيشن. زين، ليش هناك انديكيشن وهناك كونترا انديكيشن؟ لأن هناك عنده فيلر بالجروث هرمون. هناك هرمون ريبليسمنت ثيرابي، وعنده شنو المشكله؟ هي البرادر ويلي سندروم، هي مو مشكله الجروث هرمون، هي مشكلتها شنو؟ قله بالمصل وزياده قله بالزياده بس جينيتك. هي جينيتك، هي قله بالمصل، لكن نتيجه قله المصل شو يصير عنده؟ يصير عنده زياده بالفات. يعني الا يصير عنده زياده بالفات؟ لا لكن اكو احتماليه انه يصير اوبيسيتي. فاذا هو عنده ديكريز بالمصل ماس ممكن انطيه بالجروث هرمون، لكن اذا هو اوبس بيشنت اقدر انطي جروث هرمون لو لا؟ لا اوبس بيشنت ما اقدر انطي جروث هرمون.
فهو هاي مرات انه اضطر احكي اشياء زايده. لازم انت تعرف شنو برادر ويلي سندروم، البرادر، فانت تعرف ليش حتى تدق ببالك ليش الجروث هرمون ما انطيه للاوبس بيشنت بالبرادر ويلي سندروم، بس انطيه بالجروث ديفيشنسي بالبرادر ويلي سندروم. هاي النقطه واضحه؟ واضحه عند الكل؟ تسمعوني؟ أيضاً should not be used in pediatric patient with closed epiphyses. شنو معنات الجملة؟ شنو يعني epiphyses؟ الابيفيزز هو البون لاين، هو اللاين اللي موجود بالبون واللي هو من خلاله يصير النمو، يسمونه بالابيفيزيال لاين. وقلنا هذا اللاين وين موجود؟ بنص العظم ولا بالاطراف مالتها؟ بالاطراف. بالاطراف، زين. شو وقت يصير عندك كلوجر بالابيفيزيال لاين؟ شنو يعني دكتور؟ يعني هو الابيفيزيال لاين يبقى طول عمره موجود، يعني الشخص لما الشخص يكبر، يعني لمن يكبر، من يكبر ايش قد يصير؟ بالعمر يكون لما يصير بالادلت هود، يعني يتجاوز. زين، ليش يصير كلوجر للابيفيزيال لاين؟ شنو اللي يسوي كلوجر؟ اللي هو هذا الموضوع حنجي نحكي به بعدين بالاندروجين، بس هسه ليش يصير كلوجر بالابيفيزيال لاين؟ منو اللي يحفز الكلوجر مالته؟ سوماتوتروفيك. لا لا لا، السوماتوستاتين يشتغل على البون لو وين يشتغل؟ السوماتوستاتين حيشتغل على الجروث هرمون. هو يشتغل على الجروث هرمون، شعليه بالبون سوماتوستاتين. سوماتوستاتين عفو، لكن اي، لكن الابيفيزيال لاين اللي موجود بالبون منو اللي يسده؟ يسد دائما الاندروجينز، يعني السكس هرمونز هي اللي تغلق. يعني هو الشخص من يصير عنده بابيرتي يزيد عنده الاندروجين ويبدي يقل عنده الجروث هرمون، وبنفس الوقت انه هذه الاندروجينات، يعني الاندروجين التستوستيرون الاندروجين، تغلق الابيفيزيال لاين. زين، فلهذا مرات تشوفون مثلا الاشخاص اللي عندهم بريكوشيوس بابيرتي. يعني شنو بريكوشيوس بابيرتي؟ يعني نمو مبكر. بريكوشيوس بابيرتي بلوغ مبكر، مو نمو مبكر، بلوغ مبكر. يعني شنو؟ يزيد عندهم الاستروجين والبروجسترون بالنسبه للفيميل والتستوستيرون، يعني بالنسبه للفيميل. مو البيتويتري، يجوز هو عنده مثلا بالجونات او بالهاي عنده زياده بالهرمونات. فلما يصير عندنا زياده بالهرمونات شيء يؤدي الى بريماتشور كلوجر اوف ابيفيزيال لاين، premature closure of epiphyseal line. فمن ينغلق الابيفيزيال لاين بعد يصير طول لو ما يصير؟ ما راح يصير طول. لهذا تشوفون مثلا اكو اشخاص عنده short stature لكن هو precocious puberty، يعني يكون قصير القامه لكن عنده precocious puberty. puberty او البلوغ مالته بدا هو عنده من هو سن صغير. فشي يصير نتيجه وجود الاندروجينز بشكل عالي فيسوي كلوجر بالابيفيزيال لاين. هذا الكلوجر بالابيفيزيال لاين حيؤدي الى شنو؟ حيؤدي الى انه يكون short stature، يعني هو عنده growth عادي بس يكون short stature، يكون القامه مالته قصيره. هاي وحده من اسباب قصر القامه. لكن اني لما يكون عندي كلوجر بالابيفيزيال لاين او بالابيفيزز، هل اقدر انطي جروث هرمون؟ لا، ما اقدر انطي. لا ما يصير. اي، هذا الكلوجر بالابيفيزيال لاين وحده من اسبابه انه يصير اكو بريكوشيوس بابيرتي. واكو ناس لاسباب جينيه انه يكونون هم بيدياتريك بس عندهم كلوجر اوف ابيفيزيال لاين، فما اقدر انطيهم جروث هرمون. يعني هنا أنا أجي أسأل سؤال من هذه الجملة، نسأل سؤال إنه كل واحد عنده دوارفزم أو شورت ستيتشر رأساً أجي أنطي جروث هرمون؟ لا،
لا دكتور منو حيزيد التكنس ما حيزيد لا لا يعني رأسا يعني هل هو سبب الدوارفزم الوحيد هو قلة الجروث هرمون؟ يعني ناس عندهم طفل لا. لكن هذا الطفل دوارف، هل هو السبب الوحيد انه عنده الجروث هرمون قليل؟ هل اجي رأسا انطي جروث هرمون خلاص هذا دوارف انطي جروث هرمون؟ لا مش شرط. مو شرط، يجوز الشرط هو يجوز السبب الثاني، يجوز هو عنده الابيفيزيال لاين صار بيه كلوجر، يعني عندك كلوجر بالابيفيزيال لاين، فاذا عندك كلوجر بالابيفيزيال لاين يجوز هو عنده الجروث هرمون عالي بس البون ما يستجيب، عندك كلوجر بالابيفيزيال لاين، فهذا اذا اجي انطي جروث هرمون ايش حيصير عنده؟ هاي حيصير عندك تكنس بالجناب زيادة بالثكنس. فإذا لما أجي أنطي الجروث هرمون لازم يكون is based on previous lab test، مسوي له lab test شايف عنده deficiency بالجروث هرمون يلا أجي أنطيه حتى أزيد الستيتشر مالته زين أو حتى أقلل الدوارفزم. لكن يجوز الجروث هرمون ما يفيده، يجوز عند الجروث هرمون عالي لكن عنده كلوجر بالإبيفيزيال لاين. إذا هو ضمن هاي الحالة الجروث هرمون هو indication لو contra indication contraindication. زين فهسه عندنا الحالتين، حالة الدوارفزم بالدوارفزم الجروث هرمون ممكن انه يكون indication اذا عندي deficiency بالجروث هرمون، لكن ممكن يكون contraindication. ايش وقت لما يكون الخلل مو بالجروث هرمون؟ الخلل مو بالجروث هرمون، الخلل بالبون نفسه انه الابيفيزيال لاين صاير بي كلوجر، فما يحتوي ما تفيد الطي جروث هرمون. هسه بالبرادر ويلي سندروم، البرادر ويلي سندروم هي جينيتيك ديزيز قلنا يعاني شخص من مصل ديستروفي، الجروث هرمون مره يكون انديكيشن ومره يكون كونترا انديكيشن. شو وقت يكون كونترا انديكيشن؟ لما يكون شخص فاتي و لما يكون اوبيس بيشنت وعنده برادر ويلي سندروم، فالجروث هرمون يكون كونترا انديكيتد لانه يكون contraindicated للجروث هرمون. لكن إذا هو الشخص بس ما كان أوبيس وكان يعاني من growth deficiency فبذاك الوقت يعطي growth هرمون، فالأفضل الأفضل يكون اعتمادا على اللاب تيست. هذا بالنسبة للأدفيرس إفكت والإنديكيشنز والcontraindications مال growth هرمون. زين وأيضا عندنا صارت عندنا ثلاثة contraindications للgrowth هرمون. أول وحدة ما يصير تستخدمها اللي عندهم كلوجر بالإبيفيزيال لاين، الشغلة الثانية ما تقدر تستخدمها للأوبيس اللي يعانون من البرادر ويلي سندروم، والشغلة الثالثة أنه ما تقدر تستخدمها للدايابيديك ريتينوباثي. فهاي أكو هواي مثلا ما ينتبهون عليها أنه الجروث هرمون ما أقدر أطيب الدايابيديز، أو قد يظن أنه الجروث هرمون أفضل أنطي للدايابيديز باعتبار أنه يزيد للإنسولين لاك جروث فاكتر، يقرأ هنا أنه الصوماتوتروبين يزيد للإنسولين جروث فاكتر إذا أنطي للدايابيديز، بس هذا غلط. الجروث هرمون على الرغم من أنه يزيد الإنسولين لاك جروث فاكتر لكن ما ينطي بالدايابيديز لأنه يعني هو يزيد الجلوكوز ليفل باي أنذر ميكانيزم. زي واضحة؟ واضحة. هسه نجي على السوماتوستاتين، السوماتوستاتين من يطلع؟ من الهايبوثالاموس بايند تو ذا ريسبتر ذات سبريس جروث هرمون. وين يشتغل السوماتوستاتين؟ السوماتوستاتين يشتغل على جروث هرمون أو على لا على الجروث هرمون؟ بيتوتاري جلاند يطلع جروث هرمون، يشتغل على البيتوتري جلاند يقلل الجروث هرمون ويقلل بنفس الوقت ثايرويد ستيميليتنج هرمون ريليز. يعني السوماتوستاتين يشتغل على الجسم باي تو ميكانيزمز، واحده من عندها انه يقلل الجروث هرمون والثاني انه يقلل لي التي اس اتش ريليز. فالشخص هيعاني من شغلتين، هايبوثايرويدزم وقله الجروث هرمون. طبعا هو السوماتوستاتين از سمول بوليبيبتايد، هذا السوماتوستاتين قلنا هو بيبتايد عادي لو يعتبروا نيورو بيبتايد، نيورو بيبتايد هذا موجود بالإضافة إلى وجوده بالهايبوثالاموس، موجود أيضا أكثر النيورونز اللي موجودة بالجسم، وموجود أيضا شافوه بالبنكرياس
وبالانتستين وبالستومك والبنكرياس، واكثر شيء بالانتستين والستومك. انتستين والستومك ايضا تحتوي على السوماتوستاتين، فلهذا شافوا السوماتوستاتين هو شغله مو بس على الجروث هرمون، يشتغل على الجروث هرمون، يشتغل على تي اس اتش، وايضا يسوي لنا انهبيشن وين للانسولين والجلوكوجان والجاسترين. الجاسترين من يطلع؟ من اسمه جاسترين؟ من يطلع؟ جاستركسيا هرمون إيه يطلع من الاستماك، لما أكو فود بالاستماك يطلع الجاسترين حتى يحفز عملية الدايجستشن ويحفز الجلوكوز ميتابوليزم. فالسوماتوستاتين يقلل الجاسترين ويقلل لي أيضا الإنسولين والجلوكوجان. طبعا السوماتوستاتين الهاف لايف مالته شو تكون الطبيعي؟ دكتور مقلنا short half life. فشا تسوي؟ يستخدمون synthetic analogs مالته، مثلا الاكتريوتايد واللانريوتايد. الاكتريوتايد واللانريوتايد تكون مفضل استخدامها على growth hormone لانه بيه longer half life، وينطوها على شكل depot formulations. فالadministration مالته once every 4 weeks. يعني احنا قلنا growth hormone ايش قد الهاف لايف مالته، او الذني سوماتوستاتين ايضا يعني كليتها المينتس، بينما فلهذا اذا اريد انطيها اي ام لو انطيها سبيكتاني لازم انطيها هاي دوزز، هاي دوز فريكونسي، هذا مزعج. فوين يروحون؟ يروحون على الاكتريوتايد او اللانريوتايد. اللانريوتايد والاكتريوتايد هذه سينثيتك انالوج مال السوماتوستاتينز، وايضا بيها لونجر هاف لايف. زين، فبحيث انه ينطوها شقد؟ كل 4 أسابيع، every 4 weeks. طبعا السوماتوستاتين هو يشتغل عكس الجروث هرمون، so they are used in the treatment of acro indications مالتها بحالة الاكروميغالي. الاكروميغالي هي شنو هاي الحالة؟ وياي شنو يعني اكروميغالي؟ أسمينا أنا بسجل specific indications مال السوماتوستاتين. أول شيء الأكروميغالي. أكروميغالي شنو معناتها؟ أكروميغالي يعني هي تضخم بالبونز نتيجة زيادة اي تضخم البون، زياده بالجروث هرمون، فتسبب لنا خاصه بالادلت هود فيسبب لنا حاله الاكروميغالي. فاذا عندي اكروميغالي ايش انطي؟ انطي جروث هرمون انالوج لو انطي اكتريوتايد او لانريوتايد؟ زين، الحالة الثانية يستخدمون in diarrhea and flushing associated with carcinoid tumor. شنو يعني carcinoid tumor؟ carcinoid tumor هو نوع من أنواع الكانسر. ليش يسموه carcinoid؟ يعني يكون slowly progressing cancer. The progress مالته يكون very slow. فلهذا يسموه بالكارسينويد تيومر. هذا لما يصير الكارسينويد تيومر اكثر شيء يصير بالانتستين والاستمك، فهذا يؤدي الى زياده الريليز مال قسم من الهرمونات. زين، فلهذا زياده خاصه مثلا جي اي تي هرمون. فشي يصير؟ يصير البيشنت يعاني من الدياريا والفلاشينج، شافوا من اجي انطي مثلا السوماتوستاتين انه يقلل لي الريليز مال الهرمونات اللي تطلع عن طريق الكارسينويد تيومر. فالكارسينويد تيومر اكثر شيء يزيد لي الفلاش، يزيد لي الريدنس ولا فلاشينج بال والدياريا اللي تصير بالكارسينويد سيندروم، فيقلل لي اياها السوماتوستاتين.
زين، لأنه هو إحنا قلنا السوماتوستاتين هل هو فقط يطلع من الهايبوثالاموس؟ من هذا الأورجان مثل البنكرياس الاستومك الليفر الاستومك والإنتستين والليفر، هو أكثر شيء بالإنتستين وبالاستومك يصير عندي الكارسينويد سيندروم. الكارسينويد سيندروم هو أو الكارسينويد تيومور، هذا فنوع من أنواع التيومور يكون very slowly progressing بحيث الشخص يبقى وياه ما يحس به سنوات طويلة، أو إلا عن طريق مثلاً بالإيميجينج تكنيكس رايح ده يفحص يلا يبين عنده الكارسينويد تيومور. إذا عنده كارسينويد تيومور في مشاكل، لأنه هذا يزيد الريليز مال other types of hormones، يعني مثلاً بالكارسينويد تيومور بالإنتستين أكثر شيء يزيد عند السيروتونين، فبالتالي شيء يصير عنده ممكن شافوا إنه السوماتوستاتين من أجي أنطيب الكارسينويد سيندروم الكارسينويد تيومور ممكن إنه يقلل لي البروجريشن مالتها ويقلل لي الريليز مال الهرمون. ايضا الاستخدام الثالث يعني هو استخدمناه بالاكروميغالي، استخدمه بالكارسينويد تيومر، والاستخدام الاخر مال الاوكتريوتايد از اي في انفيوجن للاشخاص اللي يعانون من البليدنج ايسوفيجال فارسز. شنو يعني بليدنج ايسوفيجال فارسز؟ شنو يعني فارسز؟ فارسز يعني دوالي أو تثخن، مثل الدوالي يصير بالفنز. فدائما هذا الفارسز يكون ممكن أنه يصير وياه حالة البليدينج. فشافوا أيضا أنه السوماتوستاتين ممكن أنه يحافظ على الهوميوستاتيك بالانس ويقلل عملية البليدينج ويحافظ على الهوميوستاسيس مال الفنز باي unknown ميكانيزم. فلهذا الانديكيشنات مالته صارت بالنسبه للسوماتوستاتين، السوماتوستاتين اقدر انطيه بالكارسينويد تيومور، اقدر انطيه بالبليدنج ايسوفيجال فارسز. بالكارسينويد تيومور وبالبليدنج ايسوفيجال فارسز الميكانيزم از ستيل اندر انفستيجيشن، لكن الميكانيزم المعروف للسوماتوستاتين هو بالاكروميغالي لانه يكون كضد الجروث هرمون. فالسوماتوستاتينز اللي مشهورة هو اللانريوتايد والأكتريوتايد. فإذا مثلا هو سوماتوستاتين أنالوجز بينما كان بيوز إن وان تايب أوف كانسر اللي هو اللانريوتايد والأكتريوتايد، واللي ممكن إن يستخدموها بالكارسينويد تيومورز. هسه هنا الأدفيرس إفكت مالتها. الأدفيرس إفكت مال الأكتريوتايد إنكلود يسوينا دياريا، يسوي لي abdominal pain, flatulence, nausea and stitoria. شوفون بعض الأكثر شيء هي GIT side effects، يعني diarrhea, abdominal pain, flatulence and nausea. ليش هاي GIT side effects؟ لأن يعني حيقلل الريليز مع باقي الهرمونات، ممكن يأثر disturbance of the hormones release بالانتستين، وخاصة إن هو السوماتوستاتين هو أصلا موجود بالانتستين فيسبب لي جايتي سايد افكت. الشغلة الثانية إنه يسوي لي decrease بالقلب لادر emptying rate. القلب لادر emptying rate أو القلب لادر emptying is delayed. زين، اذا قل عندي القلب لادر امتينج، تعرفوا القلب لادر هي تفرز لنا البايل، شنو اهميه البايل؟ تحلل الدهون بالجي اي تي، يعني هضم الدهون. فلهذا الشخص اللي ياخذ مثلا الاوكتريوتايد وحده من الاشياء اللي يسببها يسبب لنا ستيتوريا. شنو يعني ستيتوريا؟ ومر عليكم ستيتوريا. الستيتوريا هو خروج الليبيدز بالستول، فيصير عندهم ستيتوريا. زين، انه الليبيدز نتيجة عدم هضم الليبيدز، وهذا لو عد من تطلع الستيتوريا اللي يعانون من مشاكل بالقلب لادر واللي يشيلوا لهم المرارة، فواحدة من الاشياء اللي تصير عنده حصو بالمرارة أو انسداد بالمرارة، فشي يسوي له وشايلين المرارة، فشي يصير يشيله يطلع عنده ستيتوريا.
هنا الاكتيريوتايد واللانريوتايد ايش يسوي للقلب لادر؟ يقلل الامتينج ريت. اذا قلل القلب لادر امتينج ريت ايش حيقل؟ يعني هسه القلب لادر ماذا تطلع البايل؟ اذا ما طلع البايل ايش حيصير؟ ما حيصير اذا البايل ما طلع ما حيصير عندنا دايجستشن للفات، فبالتالي ايش حيصير الفات ما يصير دايجستشن، شي يصير عند الشخص دكتور بس منو زياده بالدهون غير؟ لا اكو فرق بين زياده الدهون والحصو. انا المشكله عندي هسه انه الاكتريوتايد ولا النريوتايد تشتغل على المراره على القلب لادر، قلت لي القلب لادر امتينج، فبعد مدى يطلع عندي بايل؟ زين اذا ما يطلع عندي البايل شي يصير عندي؟ زياده بالدهون لو يقل عندي هضم الدهون، يقل هضم الدهون، يقل هضم الدهون. اذا قل هضم الدهون هالمره زياده بالدهون وين تبين؟ تبين بالدم لو تبين بالستول؟ بالستول طبعا، يعني هو الهضم الدهن من هضم شلون بعد يروح للدم؟ اكيد حيطلع بالستول. فشي يصير عندنا السايد افكت شنو؟ ستيتوريا. صاي واضحه؟ واضحه زين. فاذا المشكله الاكتريوتايد ولا الناريوتايد انه يتاثر لي على القلب لادر، بتقلل لي القلب لادر امتينج. اذا قلل القلب لادر امتينج حيقل عندي البايل، اذا قل عندي البايل الدايجستشن مال الفات حيتوقف، اذا توقف عندي الدايجستشن مال الفات فايش حيصير عندي؟ حيصير عندي حاله استيتوريا. وايضا اذا قل عندي القلب لادر امتينج حيصير عندي الكوليسترول gallstones that can occur after long term treatment. هالمرة يبدي يتجمع الكوليسترول ايضا القلب لادر اذا ما تكونت حيبدي يتكون عنده شنو؟ حصوة بالمرارة، يسموه الكوليسترول غالستون. زين ويصير عنده مشاكل بالدايجستشن. Then الأكروميغالي that is refractory to other modes of therapy. فهسه احنا عندنا بالنسبة لل عرفنا الأكتريوتايد، الأكتريوتايد واللانريوتايد المشاكل مالتها أكثر مشاكلها لو بالجي آي تي، لو وين؟ بالقلب لادر اللي هو السوماتوستاتين. السوماتوستاتين مشاكله بالقلب لادر يسوي لي ديكريز بالقلب لادر امتين، فيؤدي الى حالتين، لو يؤدي ستيتوريا يعني انه يخرج الليبيد بالجي اي تي ويسوي لي مشاكل بالجي اي تي، نوزيا وفوميتنج ودياريا. المشكله الثانيه انه يزيد لي الخطر مال الجالستون. هذا بالنسبه للسوماتوستاتين، بالنسبه للسوماتوستاتين انالوكس. قلنا احنا السوماتوستاتين انالوكس هي لها ثلاث استعمالات اللي هي قلنا شنو؟ treatment of acromegaly، تعاني ايضا من الكارسينويد تيومور، والاستعمال الاخر bleeding esophageal varices. هاي يعني اشروها بالنسبه للاكتريوتايد واللانريوتايد انه اقدر استخدمها بالbleeding esophageal varices، اقدر استخدمها بالكارسينويد تيومور، واقدر استخدمها ايضا بالاكروميغالي. لكن إذا كان الأكروميغالي that is refractory to other modes of therapy، شو يعني refractory to other modes of therapy؟ يعني حصل بسبب دواء معين ما يستجيب الأكروميغالي، ما تستجيب. طبعا هو خطر الأكروميغالي هو صحيح ده يسوينا في thickness بالبون، لكن المشاكل هي فقط thickness بالبون؟ لا. ايش يسوي الاكروميغالي اذا زاد عندي الجروث هرمون؟ شنو هي المشكله الاكبر بالجروث هرمون زياده؟ سكري، زيد الدايابيتس.
فإذا كان هو refractory to other mode of therapy أقدر أنطي شنو growth hormone receptor antagonist. من هو growth hormone receptor antagonist؟ اللي هو البيك في سومانت. هذا البيك في سومانت. فهنا أنا هسه صار عندنا ثلاث أدوية تنطي. أول واحد أما أنا نعم. دكتور عندي سؤال، شلون يعني صار خطر إنه ديابيتس هو الإنسولين لايك ثيرابي؟ مو هو هنا شلون يصير عنده خطر الدايابيتس؟ احنا ايش قلنا؟ قلنا انه الجروث هورمون هو التارجت مالته الجروث هورمون ريسبتر، وممكن انه يزيد الجلوكونيوجينيسيس، يزيد الكونفرجن مال الامينو اسيد الى الجلوكوز، وبالتالي حيسوي لي الهايبرجلايسيميا. هاي خلصنا منها. لكن التاثير الاخ انه الجروث هرمون هو ممكن يزيد الانسولين لايك جروث فاكتور اللي هي سوماتوميدينز، والسوماتوميدينز هي بطبيعتها تقلل البلود جلوكوز ليفل. لكن البريدومينانت افكت للجروث هرمون هو الدايابيديك افكت. يعني صحيح هو بالرغم من انه يزيد الانسولين لايك جروث فاكتور، لكن هو يزيد لي البلود جلوكوز ليفل. انت جيتي موجوده بدايه الفيديو لو لا؟ ايه دكتور موجوده بس هسه خبطت علي. هاي فهو بالرغم من زين، يعني معناته من انطي جروث هرمون شي يصير عندي البلود جلوكوز يرتفع لو يقل؟ احنا بوقتها قلنا يقل. لا، من انطي جروث هرمون شي يصير البلود جلوكوز ليفل يقل لو يرتفع؟ يرتفع. زين، بالرغم من انه الجروث هرمون يزيد الانسولين لايك جروث فاكتور، بس هو هم انه يرفع السكر. ليش يرفع السكر؟ زين بالفرنت شو حنستخدم؟ شو حنستخدم انه مالته الانسولين لايك فاكتور همينه؟ مو هو مو حنستخدمه، اذا استخدمنا الجروث هرمون نفسه هذا حيزيد السكر، صحيح يزيد الانسولين لايك جروث فاكتور، وصحيح حيزيد السوماتوميدينز، بس هو حيرفع لي السكر. اذا شلت الجروث هرمون وجبت السوماتوميدين نفسها اللي هي الانسولين لايك جروث فاكتور، شو يصير بالسكر؟ يقل او يزيد؟ راح يقل. راح يقل بهالحالة. زين، إذا بالأكروميغالي، بالأكروميغالي هم مشكلة أبو الأكروميغالي عنده زيادة بالدايابيتس. تعرف إنه الإنسولين لايك جروث فاكتور تأثيره صحيح هو يقلل السكر، بس هو مو ما يقلل السكر إلى المستويات الطبيعية، تأثيره طبعاً عما يكون ويك إفكت. لكن الأكروميغالي يعني اما انه انطيه سوماتوستاتين يعني عنده اكروميغالي، لكن اذا ما استجاب للاكروميغالي انطي جروث هرمون ريسبتر انتاغونيست اللي هو البيك في سومانت. زين، هسه البيك في سومانت، البيك في سومانت، هذا البيك في سومانت هو بطبيعته جروث هرمون ريسبتر انتاغونيست. هذا شي يسوي للبلود جلوكوز ليفل؟ يزيده لو يقلله؟ راح يقلله، لأنه انتاغونيست للجروث هرمون، فهي شيء يسوي يقلل البلود جلوكوز ليفل، فيقلل الجلوكوميوجينيسيس. فلهذا اقدر وبالإضافة الى هذا اقدر استخدمه بحالة الاكروميغالي. بس واحد بكم قال تعبنا وبعد ما نقدر نقطع. زين، تريدون نغلق؟ تريدون نعطيكم مال الميد؟ ايش حيجي؟ سوري، كيف مالت الميديا ريت يعني؟ دكتور مالت